أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، فهي وصية الله سبحانه وتعالى وأمره لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك لسائر الأنبياء، قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. وقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فاسألوا الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته.